حيد لها البريز باش ما نشعلهاش بالطوق يضربني في الطوق. من طلس بانت لي العافيه يلاه مع هالسيس بينواري وحليت الباب كحديد باش نعتق روحي. كنعيط على الناس جاو ما جاو فين وصلوا تلقاو العافيه كلها ضربات الدار كلها مشات حتى شي حاجه ما كاينه. انا حاليا 9 ايام وانا كنبات كل نهار كنبات غير عند واحد عتقني واحد السيد ولا هبطني عند الناس لبسوني حوايج وخرجت هبطت عريانه لابسه غير المايو وبينوار. دابا كلشي مشى ليا من ازيرو ما عندي حتى شي حاجه. دابا مني قالوا لي ما كاين لا تعويض لا والو. انا داخله غنشوف كنطلب من الله ومن المحسنين اللي في قلوبهم الرحمه يعاونوني يعاونوا ولادي. انا عندي بنت 18 عام ولدي عنده 15 عام. ولدي حتى هو مريض عنده مرض سيكليوز عنده السلسو العوج خاصو الترويض. كندير لي مره هكا ومره لا. المهم كندير باني راسي وصافي ما عمرني ما طلبت المساعده ما عندي حتى شي حاجه ما عندي لا راجل لا والو. الحمد لله على كل حال الحمد لله. كنبات دابا عند الناس ولدي كيبات عند واحد الولد ما كيبغيش يبات معايا. هادشي اللي كاين هاد الحوايج راه طلبتهم دابا باش ندير معكم هاد الريبورتاج. ما عندي لا جلابه ما عندي حتى شي حاجه كلشي هما محروقين راه ما شفتهم. هادشي اللي كاين الحمد لله على كل حال. المهم كنطلب دابا من الناس ومن المحسنين اللي في قلوبهم الرحم المسؤولين رفضوا كلشي صافي قالوا لي ما كتساليش علاش انا جيت دابا. دابا انا كنطلب من المحسنين يعاونوني ويشوفوا في قلبهم الرحمه يعاونوني يعاونوا ولادي لحقاش انا يدي بوحدي ما عندي الا لقيت ما ناكل نحمد الله ونشكر. دابا حاليا ما عندي حتى شي حاجه كناكل غير عند الناس. باقي في الكريدي الله عام ونص باش خديته وكنت قاتل كل نهار اللي خدمت نهار كنضرب ندير شي حاجه وهذه هنايا وهذه هنايا. المهم دابا جات العافيه كلات كلشي ما بقى حتى شي حاجه. كنحمد الله ونشكر مني تعتقوا لي وليداتي وعتقت راسي وخرجت براسي هذا كله فضل من عند الله. هادشي اللي كنطلب وكنطلب من المحسنين يعاونوني. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. كل شيء الحمد لله على كل حال الحمد لله. انا دابا ما نقدرش نبقى كل نهار نبات عند واحد والامراض وشي كيبغيك وشي ما كيبغيكش كدير على راسك بحال ما كتسمعي والو كتدخلي باش تباتي. ما نقدرش نبات انا مع عائله غادي تمشي نهار ونهار لا راه ما غاديش يشدوك دائما. ولادي مولفين دارهم كل شيء بعيد ولادي مولفين ليا هنايا. المهم ما جا مع ولادي لا حتى شي حاجه. انا من دابا انا بحال متشرده كل شيء كل شيء شاطت لي شي حاجه من فلوس جامعة شويه كل شيء كل شيء مشى كل شيء. بنتي عندها السيزيام يلا غدوز هي باجل الامتحان بعدا تتشوف مع البنات تاخذ دروس الحمد لله على كل حال. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ايام 24 عيونكم التي لا تنام.